السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. في تاريخ 17/1 نزلت لعبة جميلة الحقيقة، لعبة لكنها يمكن ما لقت ذاك الصدى الذي يفترض أن تجده اللعبة. هذه لعبة من أجمل الألعاب، الهواتف المحمولة، نزلت في تاريخ 17/1/2024، يعني صار لها تقريبا 7 شهور من هذه اللعبة. اليوم سوف نستعرضها وياكم وإن شاء الله تحوز على إعجابكم. هذا التسجيل بإمكانك تسجيل من الأسفل، يعني جيست كضيف الدش او الفيسبوك او سان ويد جوجل، يعني حسابك بجوجل تسجل بيه، من فهذا حر، انت راجع لك. انا سجلت بالفيسبوك، وجميل حقيقة بعض الالعاب تسمح لك بالتسجيل في عن طريق فيسبوك، لكن مو كل الالعاب، في العاب يعني ما تقدر وحاط لك فيسبوك، لكن من تدخل على فيسبوك لا أدري ماذا يحدث. لا، هذا إعلان من اللعبة. كما قلت، هذه لعبة من أمتع الألعاب اللي لعبتها الحقيقة، ورسومات 3D جميلة جدا مالتها. فانتاسي سورد اند ماجيك اسم اللعبة. نشوف ندخل عليها. لازم تختار كاركتر يعني معين، واحد من الابطال تختارهم. راح اختار الولد هذا. هنا اسم اللاعب تكتبه. كتبت اسم قناتي بالانجليزي لان عربي ما يقبلون طبعا، ما اعتقد. هنشوف شنو اكو بعد. هاي الابطال كلهم فيميل ميل. راح اخذ البطل هذا اول واحد. الحقيقة ما قبل ماجد جيمز اسم، يعني شلت الجيمز وخليت ماجد. يلا قبل الدخول يمكن الاسم اطول من اللازم. المستطيل اللي على اليسار ينقلك بين المهمات، شايفين؟ اللعبة ليست باللغة الإنجليزية، لكن مع ذلك يعني سهلة اللعب. الآن أول مهارة اكتسبناها. هذه اللي تطلع دائما استعملوها، اخذوها، المربع الصغير يوز يطلع به يعني استخدام، دائما اضغط عليها واخذها. الله، شوف الرسومات. أيوجد أجمل من هذا الجمال؟ ألعاب الهواتف يعني هذه اللي
يوم عن يوم تتطور إلى الأحسن. هذا الجوبلين هذا متيه متيه هذا لقد أضل الطريق على رأسه. هيا نذهب نتابع السير. إشارة اليد هذه معناته يريدك أن تأخذ شيء ما، فيجب عليك استعمالها. والله قنبلة بوم. الآن جاء دور المعركة الليفل. وجود مهارة ثانية الآن حصلنا على مهارتين. هذا محارب ثالث. أصبحوا ثلاث محاربين. هذا مدفع هتلر. أوف ما هذا؟ يا إلهي. هل أيقظناه؟ هذا سوف يتعبنا. هيا هيا. موت موت يا وحش. أخيرا مات. ما هذه البيضة؟ يوجد شيء بالبيضة؟ لقد أخذ طاقة الوحش. مقاتل جديد. يقول سوف تأخذ قوة ويمنحك طريقك في مقاتلة النجوم. في دي مود 2.5 دي مود، طبعا راح اخليها 3 دي مود انا الأحسن حتى يطلع اللعبة جميلة. هذا إكويب دائما دوس اختوها. الإكويب يصعد الليفل مالك ويصعد الباور مالتك القوة. الآن بداية المستوى الأول دماغ مكهور. الرسومات حقيقة جميلة في اللعبة، كل يعني حاجبتني كثيرا. أنا نستخدم مهارات. لاحظوا المهارات كيف تستخدمها. ومهارات اللاعب هنا في هذه اللعبة قوية قوية جدا. المستوى الرابع وصلنا. هذه يوز أو كويب دائما دوسوا. هنا محادثة مع لا أعرف أيوه هذا من أين طلع حقيقة هذا الشخص. أكو واحد في أحد الأشخاص يقول يتحكم بالزلازل وهو دائما ما يحدث الزلازل. طيب
اخذني، اعتقد هو راح يدلني على المكان. وين رايح؟ لا طيحني يا معود. اذا اردتم ان نكمل اللعبة اتركوا لي بالتعليقات وانا مستعد ان اكملها لكم ان شاء الله. شكرا لمساعدتك ايها الصغير. نحن مهتمون بهذه الزلازل التي حدثت مؤخرا، ما ادري شنو اللي يسبب هذه الزلازل. هل تستطيع اخبار المزيد؟ وانا ساقوم بتحقيق في هذه الزلازل. اول زلزال حدث في منتصف الليل، ثم اخذ ذلك بعد ذلك بالازدياد. هذه البيضة لا شك أن شخص يعني ريكروت احنا نسميها في الألعاب، قوة إضافية لك. أصبح معي شخص إضافي الآن، هذا الصغير. يتحدث عن هذا التمثال ويقول كان له دور في الحفاظ على الأمن بالوادي. هذا ملك الجبل كنا نسميه. أوعدكم إن شاء الله راح تكون لنا موقف مع اللعبة هذه، موقف ثاني. إذا أردتوا أن نكمل اللعبة اتركوا لي في التعليقات وسوف نلعب جزء ثاني وثالث منها إلى حتى نستمتع مع بعضنا. حبايبي راح ننهي الحلقة اليوم وسنبحث عن الزلازل في أو مسبب الزلازل في مرة أخرى في حلقة قادمة إن شاء الله. حتى ألقاكم في لعبة جديدة، هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.